بصوا الاستيكه دي شكلها ايه جديد كده اهو، دي استيكه جوما يعني. الكيس عامل كام؟ 2.5. الكيس عامل 2.5، شكلها حلو وشيك كده تمام. وده الفوم، الفوم بكام؟ ده فوم ارقام عامل 25. فوم ارقام عامل الكيسه فيها كام واحده؟ فيها 12. فيها 12 بكام؟ 25. تمام. في دي سناده عامله 4.5. السناده عامله 4.5 في اشكال منها تمام. في الاستيكه اللي فوق دي الملونه دي عامله البرطمان عامل 30. البرطمان عامل 30 تمام. في 60. في 60 واحده تمام. اللي جنبها عامله 23 تمام. فيها 60. السبورة دي عاملة 9 جنيه. تمام. ودي عاملة 11. يا أكبر. أيوة أيوة. السبورة اللي هي الحمرا دي 11 ودي الصغيرة 9 تمام. دي تاني، تعالى بقى نعطيك قبل تاني. باقي المحل باقي السبورة. أيوة هي سبورات كبيرة، استنى هقربها لكم أهي. دي عاملة 16. تمام. السبورة الكبيرة دي عاملة 16 تمام. إيه تاني؟ دي أقل عاملة 13. واللي أصغر عاملة 13. في بقى مقاسات طبعا، كل سعر كل ما بتكبر كل ما السعر بيزيد تمام. نرجع تاني بقى بطبيعتنا. ايه تاني؟ في البراية دي عاملة 41.5. تمام. البراية عاملة 41.5 العلبة فيها 50. فيها 50 واحدة تمام. واللي جنبها عاملة 85 فيها 100. تمام تمام. في حاجة زي دي برضو عاملة 48 فيها 60. 48 جنيه فيها 60 واحدة. الأستيكة اللي جنبها فيها 25 عاملة 45. هي فيها 25 واحدة عاملة 45 تمام. ايه تاني ما خدناهوش؟ تعال بقى الايه هنا دي اللي هو الختم، ختامة، ختامة أطفال عاملة 30 تمام. الواحدة بكام يعني؟ شوف تمام. شوف السعر، شوف اشكال حاجات. طب خلاص ماشي، هي اقل من جنيه تمام. يبقى فانتوم 75 تمام. هنا بقى في اللي هي الدبابيس دي، دبابيس دباسه، الدباسه الصغيره خالص، دباسه ميني، دباسه ميني ده عامل 11 جنيه تمام. عامله 11 جنيه دباسه الدباسه. الدباسه دي عامله 10 جنيه. الدباسه عامله 10 تمام تمام. ايه تاني؟ ده دبوس كابس عامله 4.5 تمام. ده عامل 3.5 تمام. هي طبعا على حسب النوع تمام. دي حاجة انضف عاملة 3.5 العلبة. العلبة عاملة 3.5. دي ده باسم ملونة تمام. اهي شايفين شكلها ابيض اهي، في منها الوان، في منها الوان كمان. اوكي. ده دبوس برضو ده نفس اللي احنا كنا مصورين 3.5 تمام. اوكي. في ايه تاني؟ دي بقى طبعا الاستيكة دي عاملة القطعة عاملة 6 جنيه. استيكة وبراية. دي استيكة وبراية تمام. اوكي. اهي في منها اشكال والوان. بصوا دي برية صح؟ دي برية؟ لا دي استيك. دي استيكة. اشكال الاساتيكة جديدة بصراحة. الدباسة الكبيرة دي عاملة 20. الدباسة عاملة 20. ده عاملة 15.5. عاملة 15.5. ودي عاملة 10. وعلى حسب حجمها. بصوا ام 10 اهي حجمها اهي ب10 جنيه الدباسة تمام. 15. ودي ب15 الحجم ده. طبعا هو على حسب بقى ايه الخامة والنوع. ده عامل 20. كبير عامل 20 تمام تمام. اسعار حلوة. في دبابيس في الاستيكة دي الكارت عامل 3 جنيه. الكارت عامل 3 جنيه اهو. بصوا سكري دي ب3. ايوه. بصوا شكلها حلو ازاي. لا طبعا الاطفال الكيجي والحاجات دي تمام. الاستيكة دي عاملة القطعة عاملة 2.5 جنيه. القطعة عاملة 2.5 جنيه. شايفين اهي اشكال جميلة والوان مبهجة تمام. ده ماسك ورق اشكال تمام. العلبة عاملة 144 فيها 72 قطعة تمام تمام. دي براية. اسعار جملة. دي براية القطعة عاملة 1.75 جنيه. القطعة عاملة 1.75 جنيه. طبعا اشكال حلوة. دي سنون 2 مللي. سنون 2 مللي. البرطمان عامل 50 في 60. البرطمان عاملة 50 وفي 60 واحدة تمام. دي ختامة اللي هي الزرقاء والسودا عاملة 63. ختامة عاملة 63 تمام تمام. ده جلاد الكتاب اللي هو الشفاف عامل. أيوة. 14 جنيه في 10. جلاد الشفاف عامل 14 جنيه في 10. دباسة عامل 13 جنيه تمام. في منه الابيض ومنه النحاس تمام. ده دبوس دباسة حاجة اعلى برضو عامل 27 تمام تمام. الاسعار هنا بصوا يعني زي ما انتم شايفين كده اسعار جميلة وحاجات جميلة وارخص من بره وكتير. واديتكم جولة في
في طبعا اللي هي السكتشات وحاجات من كده وشغل المكاتب والشهادات التقدير وحاجات من كده. في فوم اشكال رسومات ده عامل 27 كيس. تمام. حاجه جديده دي فوم الاشكال طبعا صح. دي باليته الوان ميه عامله 18 بس يعني البت عامله جنيه ونص. البت عامله جنيه ونص اللي هي اللون هروس فوق دي. في منها الوان طبعا. تمام. في بقى اللي هي الاشكال اللي هي الحيوانات والحاجات دي اهي. ده استيكر عامل 6.5. استيكر عامل 6.5 وده عامل 3.5. الواحدة ولا الكيسة ولا ايه؟ كيسة. كيسة 10. كيسة فيها 10 اللي هو ب6.5. طب تمام. ده عامل 3.5. تمام. 3.5 اهو. طبعا كل ده اولادنا بيحتاجوه في المدارس. تمام. دي حروف وارقام هيليوم. ايوه. ده عامل 5 جنيه. 5 جنيه هي حروف وارقام هيليوم. تمام. فوق دي الوان وش عاملة 12 جنيه. الوان وش. تمام. حلوة. يلا بينا بقى نشوف ايه باقي اللوحه دي. في منها ارقام وفي منها جدول الضرب عامله 4.5. عامله 3.5. طيب اهي اللوحه عامله 3.5. في بقى الحاجات بتاعه كيس البنات. كيس البالونه ده عامل 25. تمام. كيس البالونه ده عامل 10 في 25 بالون. تمام. دي بالونه ميه في 500 عامل 11 جنيه. في 500 عامل 11 جنيه. تمام. دي البالونه الكبيره عامله 29 فيها 100. تمام. فيها 29 عاملة 100. بصوا اشكال البالونات اهي اشكال والوان بقى. تمام. تعال بقى نروح القسم تاني. دي الاكلاسيه دي عشانته يعني كذا اهو. في الاكلاسيهات دي طبعا بتاعت الدروس بتاعت زمان. تمام. شنطة الدروس بقى فيها كذا. بصوا فيها كذا فرع اهو. تحطي بقى كراسة كتاب قلم كل حاجة. يعني كام دي؟ عاملة 31. 31. تمام. طبعا بقى لبنتك لابنك للمدرسة 100 100. الدروس كده يعني شغالين. يلا بينا تعال بقى نروح ايه المقالم. قسم تاني بقى قسم المقالم. المقالم دي عامله 16 جنيه. اللي فوق دي عامله 16. ايوه. تمام. دي عامله 14. خليكم ماشيين معايا واحده واحده انا بقول لكم بالترتيب. تمام. ده عامله 10. دي عامله 10 واشكال والوان اهي. دي عامله 7 جنيه مقلمة قلم. بس المقالم دي اشكال والوان اهي طبعا. تعال مع بعض بقى نشوفوا ايه. كارت الشريط المزيل ده عامل 12 جنيه. الكارت عامل 12 مزيل شري. تمام. الختامه دي عامله 9. تمام. الوان وش عامله 12. تمام. دي البيضه معاها الوان ميه ب 8 جنيه ونص. تمام. المسطره دي عامله الدسته 18 النعين دول. تمام. يعني الواحده واقفه بكام؟ بجنيه ونص. واحده واقفه بجنيه ونص. تمام. دي مسطره حديد 20 سنتي عامله 2 الا ربع. تمام. دي احنا لسه مصورها هي العلبه فيها دستتين ب 15. تمام. الكبيره دي عامله الدسته 24 يعني 2 جنيه. يعني دي ب 2 جنيه اللي هي الطويله. تعالى بقى نكملوا بقى المقالم. المقالم خلصناها. دول هي برضو احنا خدناهم. المقلمه دي عامله 13 جنيه. المقلمه اللي فوق دي 13 اللي هي دي دي عامله 13. تمام اهي. بصوا اشكال جميله. المقلمه براقه معاها براقه كمان اهي. تمام. دي زيها بس اشكال تانية اهي. تمام. ودي دي مقلمه معاها آلة حاسبة عامله 19 جنيه. معاها آلة حاسبة ب 19 جنيه. تمام. اهي الآلة ب 19 جنيه. تمام. حلوه دي اهو. بصوا شايفين المول كامل متكامل فيه كل حاجه. تعالوا بقى مع بعض نكملوا باقي الحاجات بتاعتنا. تمام. في المقالم دي برضو المقلمه العاديه عامله 45 الدسته 4 الا ربع المقلمه. 4 الا ربع المقلمه. في اهي اشكال والوان والمحل مليان. يعني بيبيع جمله وبيبيع قطاعي اللي عايز من ده واللي عايز من ده اهو. تمام. تعالي بقى نشوف حاجه ثانيه. في فوم. تمام. في من لزق ولا من غير؟ اللي من غير لزق عامل 11.5 واللي بلزق عامل 12.5. تمام. طبعا في كام واحده؟ 12. تمام. ده في كبسولات الكيس ده عامل 18 في دستتين. تمام. يعني 24 واحده ب 18 واللي هو التقيل منه عامل 15.5 الدسته. تمام. اسعار رخيصه خالص اهي. تمام. انتهزوا الفسحه بعد المدارس والدخول. ده تباشير ابيض. تباشير طبعا المدارس. تمام. عامل 37.5. 37.5 البتاع بحالها. 3.75 هي الواحده ب 3.75. تمام. تمام. ده تباشير الوان. تمام. عامل 45. ده تباشير الوان عامل 45 يعني 4 ولا ربع العلب. تمام. ده جلاد كتاب عامل 9.5 في 6 الكيس. الكيس في 6 9.5. تمام. اشكال اياتي.
ده جلد كراسة عبي 5.5. دي جلدات الكراسات الجديدة طبعا بدل اللي هي السادة، في منها الوانات اهي واشكال. تمام عامل 5.5 × 10. تمام عامل 5.5 × 10. تمام بصوا بصوا المحل في لعب اطفال، وانا ان شاء الله هصور لكم لعب الاطفال وننزلها لكم فيديو باذن الله. تعالوا بقى نشوف قسم تاني. كده دخلنا بقى على الشنط، في اشكال الشنط طبعا للكيجيهات وللدروس واشكال والوان زي ما انتم شايفين. تمام اهو شنط كيجيهات، بس اكيد الاسعار هنا رخيصه طبعا. تعالوا بقى نشوفوا مع بعض اللانش بوكس، في من اول شكل الاصفر ده بكام؟ ده عامل 8.5. اللانش بوكس ده ب 8.5. تمام تعالوا نشوفوا بقى بقيه الاشكال. يا احمى ده بكام اللانش بوكس ده؟ تمام في اشكال والوان اهواتي. تمام الواناته عامل 10. عامل 10 دورين. دورين كمان اهو عامل 10 جنيه. في منه اشكال كتير، في الوانات بقى واشكال زي ما انتم شايفين، كل ده ب 10 جنيه. تمام طبعا اشكال اللانش بوكس اهيتي اشكال والوان جميله اهي. في دي بقى 13 جنيه. بصوا فيه بصوا شكله عامل ازاي اهو، دورين هو. تمام والواناته اهي. تمام في بقى هو المحل فيه كل حاجه، في اللزق بقى والحاجات دي والاشكال بتاعت ولعات ودبابيس وخيوط مناديل واللي هو المسدس الشمع واشكال كده مختلفة كده للمقصات اهي، والولاعات حاجات الاعياد ميلاد والفرشات برضو اهو والصلصال مرايات. بصوا فيه كل حاجة. بصوا بقى شايفين القسم ده فيه كل حاجة، فيه طبعا البوكاك بصوا شايفين اشكالها جميلة ازاي اهو، وفي حاجات برضو للمدارس وتوك اهو. جولة كده سريعة، وفي حاجات خشب وهي آيات قرآنية. هو المول بصراحة فيه كل حاجة، وفي بنى الشعر وتوك وهي حاجات اهو قرآن ومصليات وحاجات كده، شنط للدروس وللبنات اهو شنط جينز ومصليات، واللي هي الشماسة تدخل علينا الشتاء بقى، الشماسة اهيتي اشكال والوان وحصلات وقسم يعني توك. يعني هو المول كامل متكامل، في حاجات جميلة بصراحة، وفي ديكورات كمان. تمام اهو في ده اللي هو بتاع المصحف، حامل المصحف اشكال الورود اهو. في حاجات بقى اعياد الميلاد واشكال الساعات دي، اشكال جميلة بصوا الاشكال اشكال مختلفة اهو. باخد جولة سريعة، في بقى اللي هو الكتالوجات دي اللي هي بتتعلق اهو. طبعا الاسعار هنا رخيصة عن برا بكتير، فيعني لا لازم تزوروا المول ده، ان شاء الله يعجبكم واسعاره في متناول الجميع، وان شاء الله اي حد هيجي هنا هيعمل خصم معايا عشان خاطر قناية ام ريان اهو. شايفين توك ابدا بقى ايه اهو كده، انا طالعة واخدة جولة في المول. اشكال شنط اهي، شنط حضانات وشنط مدارس. تمام زي ما انتم شايفين انا جايبالكم الحاجه، مجلدات وحاجات بقى توك شعار قصافات وكل حاجه، واللي هي الكوتشينات والبتاعه الكشافات، في اللي هي بتاعه الاحذيه كشافات كبيره، الوانات، في بخور، في مقصات، يعني في كل متطلبات البيت. في كاتب فوق اهو، في اللي هي بتاعت المكاتب الكبيرة دباسات، اشكال والوان جميلة، والمول في متناول الجميع. ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله ان شاء الله تيجوا تزوروه، قولوا بس طرفكم وتقوم ريان، وان شاء الله يعملوا معاكم الواجب وزيادة. في نهاية الفيديو بقى انا لو الفيديو عجبكم استنى تعليقاتكم ولايكات كتير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وجولات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.